ده شكل الكاف اللي هو في بداية الكلام، الكاف السيفي. طيب نشوف لو حبينا نعمل الكاف الزنادي. الكاف الزنادي في بداية الكلام ببدأ يا جماعة اهو، حرف الكاف المفرد ببدأ تحليه وانزل منها، كأني بعمل حرف الألف. بعد كده باخد من هنا كده بعرض القلم ونضع إشارة الكاف في الوسط. لو لاحظنا ارتفاع هذا الجزء بيكون 5 نقاط تقريبا. وفي ميل بيكون 0.5 نقطة تقريبا من أعلى جهة اليسار. الحرف نفسه بيكون هنا تقريبا 3 نقاط. وفي بعض يعني الخطاطين بيزود شوية بيخليها 4 نقاط. عملنا كده خط، ألاقي هنا ماشي النهاية ماشية، الاتجاه بتاعها قافلة مع بداية الحرف، وإشارة الكاف بتكون في الوسط هذا الخط، بتكون في وسط هذا الخط. طيب لو حبينا نشوف حرف الكاف في بداية الكلام، له أشكال. يعني ممكن كاف يطلق عليها الكاف السيفي. ببدأ أهو بعمل الحلية بتاعتي تمام وانزل، وأنا ونازل بعمل عملية فرك القلم كأن بداية زي بداية اللام ألف اللي خدناها، شكل من أشكال لام ألف. وبعد كده بأخذ من هنا وحسب الحرف اللي بعده الكاف من أعلى بأخذ بعمل زي كأني ألف مائلة بهذا الشكل. ألاحظ هنا نزول هذا الجزء بيكون تقريبا 2 نقطة، ولو عملنا كده هنلاقي أيضا 2 نقطة. وألاحظ هذا الجزء بيكون دقيق يعني رفيع، هنا بيكون رفيع، وفي البداية بيكون إيه سميك تمام. ولو عملنا خط رأسي هنلاقي هنا في الجزء ده بيشيل مقدار ايه مقدار 2 نقطة. وفي بعض الكتابات يعني بيتم كتابة هذا الجزء بدون عمل ايه عمل حلية. ده شكل الكاف اللي هو في بداية الكلام، الكاف السيفي. طيب نشوف لو حبينا نعمل الكاف الزنادي. الكاف الزنادي في بداية الكلام ببدأ يا جماعة اهو، هرجع تاني نفس المسافة اللي عملناها، بهذا الشكل اهو تمام. وهاجي من فوق اكمل الكاف اهو، اتكتبت معانا بكل سهولة. ممكن تبدأ من اعلى وتنزل وتكمل عادي مش مشكلة. يعني شوقي رحمه الله كان في الغالب بيبدأ من ايه من هذا الخط الافقي وينزل، وبعد كده يكمل من تحت ويكمل ايه الجزء العلوي في النهاية. لو حبينا نشوف التقنين هنا، الجزئية دي بتكون 4 نقاط. نزول هذا الجزء يعني الارتفاع بتاعه بيكون 2 نقطة تقريبا. المسافة من هنا لهنا بتكون 5 نقاط. تمام. وهنا في الجزء ده بيكون مقدار ايه مقدار 1 نقطة. ألاحظ أيضا هنا سمك الفراغ الداخلي بيكون مقدار قطلة قلم فقط لا غير تمام، يعني أقل من 1 نقطة.
أسفل الحرف لو عملنا كده خط هنلاقي هنا في مقدار من نص نقطة إلى نقطة. والكاف الزنادي لا تأتي إلا في بداية الكلام أو في وسط الكلام، يعني ما ينفعش نكتبها مفردة أو في نهاية إيه الكلام، ما ينفعش نكتبها مفردة أو في نهاية إيه الكلام. طيب نشوف الكاف في نهاية الكلام نكتبها إزاي، يعني بصعد أو من الحرف السابق بصعد صعود لأعلى وانزل واخذ من هنا واكمل الحرف. اشارة الكاف ايضا. نلاحظ احنا سيبنا مسافة هنا كده بين الكاف الزنادي والكاف المنتهي مقدار نقطتين، وهنا في ميل لو عملنا كده خط هنلاقي في ميل مقدار ايه نص نقطة، الصعود بميل ناحية اليسار، وأسفل الحرف بيكون هنا في مقدار ايه مقدار نقطة، وطبعا هذا الجزء بيكون 4 نقاط، وهنا في عمق بيكون في عمق ايه مقدار ايه مقدار نقطة. الكاف المفردة هذه ممكن تأتي مرسلة، يعني ممكن تأتي مرسلة لو حبينا نشوفها كده ببدأ اهو بعمل زي الألف برضو أعمل لها الحلية بتاعتها مختلفة شوية أهو بهذا الشكل، وبعد كده بمشي خط أفقي من 9 إلى 13 أو 11 نقطة تقريبا. بعمل هنا إشارة الكاف. هنا في ميل برضو بيكون نصف نقطة تقريبا، هنا في مقدار نقطة لو عملنا كده خط هنلاقي هنا في مقدار ايه مقدار نقطة. الارتفاع بتاعها بيكون تقريبا اقل من الكاف المجموعة، يعني بتكون تقريبا 4 نقاط، واحنا قلنا الاتساع معانا من ايه من 9 إلى 11 أو 13 نقطة. تمام. احنا بكده يكون انتهينا من شرح حرف الكاف سواء المفرد او المرسل، والكاف في بداية الكلام سواء كاف السيفي او كاف الزنادي. تمام، ده كاف سيفي كاف زنادي، ودي كاف في نهاية الكلام، ودي كاف مرسل. أتمنى من حضراتكم في النهاية الضغط على زر الإعجاب وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وألقاكم على خير مع درس جديد من دروس تحسين وتعليم الخط العربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للمشاهدة. عزيزي المشاهد، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تتمكن من مشاهدة المزيد من الدروس التعليمية، مع خالص تحياتي محمد الحميلي.